طيب دكتور، الأهم بقى من زيادة الوزن وإن احنا نعالجه إن أنا أثبت على وزني، لأن شفنا طبعا ناس كتير قوي نزلت في الوزن بصورة حلوة جدا جدا حقيقة. ووصلوا طبعا للتارجت بتاعهم الحمد لله، وفي الآخر بيرجعوا تاني. عشان مجرد ما نوقف الوزن. الدايت بنرجع تاني، بص يا نعمل فندم، إيه بقى؟ احنا قلنا دي رحلة ليها بداية وليها نهاية. أنت مشيت بالطريق حلو جدا، عديت 90% من الطريق، طب ما يعني تمشي ليه؟ ترجع ليه؟ انت كمل 10% الفاضلين اللي احنا نقدر من خلالهم نثبت الوزن عشان نوصل لمرحله اللي هي تبقى اعلى معدلات الحرق، وساعتها نبدا نثبت لك الوزن عن طريق برضو كورسات متخصصه لتثبيت الوزن عشان ما نرجعش وزننا تاني. تمام. اريني تعالى نتفق ان دكتور التغذيه العلاجيه هو دكتور تغيير سلوكيات. يعني المفروض ان انا مغير لك سلوكيات حياتك، معودك تفطر امتى، تتغدى قبل 5، تتعشى قبل 11 بالليل، معودك ان انت تشرب 3 لتر ميه او اكتر، بنبدا كمان نعودك ان احنا نصغر لك حجم المعده عن طريق الادويه الناجحه جدا، نبدا نعلي معدل حرقك الداخلي وحرق الوجبات بتاعتك، نبدا كمان نظبط لك الانزيمات الداخليه، لان خلي بالك ان دايما دايما 90% من اي حد بيعاني من مرض السمنه وخاصه الدهون في منطقه البطن، اللي عنده مشاكل في السكر، مشاكل في الضغط، مشاكل في الكلى، مشاكل ان هو ظهره بيوجعه، ما بيعرفش ياخد نفسه كويس، احنا نقدر ان شاء الله نقدر نعالج كل المشاكل دي عن طريق بس ان احنا نقدر نتخلص من الدهون الزياده بتاعتك. جميل. لكن مش هيحصل اي ريكارنت او اي رجعه تاني للدهون طول ما انت مثبت الوزن معانا ان شاء الله.